خضرة ما فيش، فواكه ما فيش، فيتامينات لجسمك. اي والله صرت الحين الواحد يعيا يضلوا مرمي اسبوعين ثلاثة في الفراش بس انه يصلح حاله، لانه فيش انك انت تاكل وتشرب، فيش فيتامينات، فيش فواكه انك تاكل. ليش يا محمد؟ لازم توقف هذه الحرب، لانها هي اساسا حرب تهجير. الناس بتتهجر من بيت لبيت، الناس بتتهجر من خيمة لخيمة، الناس بتتهجر من مدرسة لمدرسة. بطلعوا الناس على رفح بهجروهم من رفح، بطلعوهم على خان يونس بهجروهم من خان يونس. لأمتى الحال بده يضلوا هيك؟ لأمتى؟ هذا حرب تهجير، حرب إبادة. احنا كنا عايشين في وضع صعب، جايب للحرب كنا عايشين في وضع صعب كثير كثير كثير. لما اجت الحرب زادت الوضع سوء، زاد الوضع سوء، جوع، قله اكل، قله شرب، اقسم بالله قله غذاء للاولاد، فيش الخضره اللي تاكلها، فيش الفواكه اللي ياكلوها اولادك. اقسم بالله المرض اللي يعمل، المرض مش علينا، اقسم بايات الله المرض اللي انتشر في كل المدارس وكل العيادات كل الاماكن النازحه فيها الناس، اقسم بالله المرض بشكل فظيع. يعني هي العابنا، فيش العاب، يعني بيتنا فيش بنعرف شو اوعينا من اواعي الناس. يعني الحين بدنا اواعي، يعني فيش اواعي. خليك ماشي على الدور عم الصورة فيك. غن لقيت جبل مكعبات بس شعل المغمرة يعني هذا على صلصة. كيف خذي برا معاك.